قوات الدرك في الجمهورية التركية عبارة عن قوات أمنية مسلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية، وتتولى ضمان وحماية الأمن والنظام العام والقيام بالمهام المناطة إليها بموجب القوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية. إن قوات الدرك التركية أسست عام 1839 وأعيد تنظيمها أعقاب إلغاء الجيش الإنكشاري، وتبوأت مكانتها المرموقة في التاريخ بفضل قيامها إبان الحرب العالمية الأولى وفترة النضال الوطني بمهمة الحفاظ على الأمن والنظام العام من ناحية، وتحقيقها نجاحات كبيرة في مجال الدفاع عن الوطن في العديد من الجبهات من ناحية أخرى. ومع إعلان تأسيس الجمهورية تحولت مخافر قوات الدرك العاملة في مختلف أنحاء البلاد إلى أبواب الدولة المفتوحة على المواطنين، إضافة إلى أدائها مهمة الحفاظ على الأمن والنظام العام. إن وحدات قوات الدرك التي أحرزت نجاحات باهرة بفضل نخبة عناصر الكوماندوز التابعة لها، كان لها إسهام كبير في إحلال الأمن والسلام في جزيرة قبرص خلال عملية السلام التي نفذت في الجزيرة. من بين مهام قوات الدرك التركية على الصعيد المدني نذكر ضمان وحماية الأمن والنظام العام ومكافحة ومتابعة ومراقبة أعمال التهريب واتخاذ وتطبيق التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وتوفير الحماية الخارجية للسجون والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة وأداء الخدمات العدلية بهذا الخصوص. أما مهامها العسكرية فتتضمن أداء الخدمات العسكرية المناطة إليها حسب القوانين وقرارات رئاسة الجمهورية. وإلى جانب ذلك فإن قوات الدرك التركية تقوم بأداء جميع المهام الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة وتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة استناداً إلى هذه الأحكام. إن قيادات قوات الدرك في المحافظات والأقضية ومخافر الدرك المنشرة في عموم البلاد تقوم بمهام المحافظة على الأمن والنظام العام على مدار 24 ساعة في اليوم. ومن أجل ضمان أداء هذه المهام على نحو سريع وفاعل، فإن مخافر قوات الدرك مجهزة بالمعدات والمستلزمات الحديثة من قبيل النظارات الذكية وأنظمة قراءة الباركود والرمز المصفوفي والطائرات المسيرة الصغيرة والمنظومات المضادة للطائرات المسيرة. من ناحية ثانية ومن أجل خدمة المواطنين عن كثب، تقوم قوات الدرك عندما تستدعى للحاجة بتشكيل نقاط للأمن والنظام العام عند تقاطع الطرق المهمة ومداخل ومخارج الطرق البرية ولا سيما في المناطق السياحية. وفضلاً عن ذلك جرى تشكيل وحدات خاصة حسب الاختصاصات والاحتياجات، وهذه الوحدات مزودة بأسلحة ومعدات ومستلزمات خاصة. إن القيادة العامة لقوات الدرك التي لها هيكل تنظيمي متواكب مع حجم وسعة مجال عملها تتألف من تنظيمات المقر العام والتنظيمات في المحافظات ووحدات الأمن الداخلي وأكاديمية الدرك والأمن الساحلي ووحدات التدريب ووحدات الدعم اللوجستي ووحدات الطيران، إضافة إلى وحدات أخرى يتم تشكيلها حسب خاصية المهام. يتم تأهيل العاملين من ذوي الرتب في القيادة العامة لقوات الدرك التي تعتبر ضمانة لأمننا وسلامتنا في أكاديمية الدرك والأمن الساحلي ضمن إطار نظام تدريبي وتعليمي دينامي ومعاصر خاضع للتحديث وفقاً للمهام المتغيرة والمتنوعة وحسب تطلعات واحتياجات المجتمع. وخلال فترة التدريب والتعليم يتم الاستفادة من كافة أشكال الدعم التكنولوجي وبما يكفل تأهيل كوادر قوات الدرك على أرفع المستويات. إن قيادة تدريب الكوماندوز التابعة لقوات الدرك الكائنة في قضاء فوتشا تتولى تلبية احتياجات القيادة العامة لقوات الدرك في مجال تدريب الكوادر القيادية للكوماندوز. والعاملون في وحدات الكوماندوز ووحدات العمليات الخاصة يتلقون دورات أساسية ودورات اختصاصية في مجال الكوماندوز ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب، كما يخضعون للتدريب في المجالات التي تتطلب التخصص والاحترافية
من قبيل عمليات مكافحة الإرهابيين في المناطق المأهولة والكشف عن الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع وإبطال مفعولها واستخدام أسلحة القنص. وحدات طيران الدرك إلى جانب مهمتها في مكافحة الإرهاب، فأنها تقوم بمهام مثل النقل الجوي والقيادة والسيطرة والاستطلاع والرصد وخدمات الأمن والنظام العام والجسر الجوي والإخلاء الصحي والكوارث الطبيعية والمساعدات الإنسانية وأعمال البحث والإنقاذ في كافة أرجاء البلاد. وتقوم قيادة مدرسة طيران الدرك بتدريب وتأهيل الطياريين وفنيي طائرات الهليكوبتر الذين تحتاجهم القيادة العامة لقوات الدرك. مدرسة مرور الدرك أسست لتلبية احتياجات وحدات المرور التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك للأفراد المدربين والمؤهلين وقيامهم بدور فاعل في حل مشكلة المرور في البلاد. تنظم مدرسة مرور الدرك دورات في مجال حركة المرور وإنعاش المرور وتفتيش أعمال نقل البضائع الخطيرة والتحقيق في الحوادث وتأهيل الخبراء ودورات لقيادة الدراجات النارية. من ناحية أخرى يتم تدريب الجنود الذين سيؤدون خدمتهم العسكرية تحت مظلة الدرك في وحدات تدريب الدرك. أضف إلى ذلك وفي نطاق الاحتراف يتم أيضاً في هذه الوحدات تدريب وتأهيل ضباط الصف المتخصصين في فرع الدرك. أما في قيادة مركز التدريب في المجالات الفنية والفروع المساعدة التابعة لقوات الدرك والتي تم إنشاؤها في بنية القيادة اللوجستية، فيتم تدريب الضباط وضباط الصف الفنيين وذوي الخبرات في الفروع المساعدة. يتم تقديم تدريبات خاصة لعناصر الدرك لإكسابهم قابلية الاستخدام الفعال لتقنيات القيادة الآمنة والدفاعية للمركبات المدرعة واستخدام الميزات التكتيكية لهذه المركبات الموجودة بحوزة قوات الدرك. يتم في قيادة مركز تدريب خيول وكلاب الدرك وعلى أفضل وجه تدريب الخيول والكلاب التي تحتاجها القيادة العامة لقوات الدرك ومدربيهم بما يتماشى مع احتياجات مهامهم من أجل رفع مستوى مكافحة الجريمة والمجرمين إلى المستوى الأكثر فاعلية في كافة المناطق التي ينشط فيها الدرك. إذ تخضع الخيول والكلاب التي يتم تربيتها في إطار برنامج خاص منذ ولادتها لتدريبات خاصة يتم إجراؤها في أوقات محددة وفقاً لمهامها. يتم القيام بمهام مراقبة وتنظيم حركة المرور ومتابعة المخالفات المرورية على الطرق البرية الواقعة تحت مسؤولية القيادة العامة لقوات الدرك من قبل فرق المرور وفرق مرور التدخل السريع التابعة لقوات الدرك. أما فرق الأمن المزودة بالدراجات النارية التابعة لقوات الدرك فيتم توظيفها لدى قيادات الدرك للأقضية وقيادات مخافر الدرك والتي يتم تحديدها من خلال أخذ الكثافة السكانية والسياحية واحتياجات المهام بعين الاعتبار من أجل القيام بخدمات الأمن وتطبيق القانون العام والتدخل في الأحداث في أقصر وقت. تم تشكيل فرق مرور الدرك على الطرق السريعة للعمل في محافظات إسطنبول وكوجائلي وسكاريا لضمان سلامة المرور على طريق شمال مرمرة السريع. تستخدم وحدات الدرك الخيالة بفاعلية في المناطق التي تشهد حركة سياحية كثيفة وأنشطة من قبيل المهرجانات والأعياد الوطنية واحتفالات أسبوع النصر، كما تقوم هذه الوحدات بأعمال الدورية في الغابات ومناطق النزهات وإتقان أفراد الدرك العاملين في هذه المناطق للغات الأجنبية يسهل عملية التواصل مع السياح الأجانب من جهة ويدعم تطوير السياحة ويساهم في دعم اقتصاد البلاد بفضل البيئة الآمنة المتوفرة من جهة أخرى. الكلاب المدربة العائدة للدرك تقوم بإجراء التفتيش التفصيلي للمناطق المشبوهة والكشف المبكر عن العناصر الإجرامية أثناء تنفيذ خدمات الأمن والنظام العام، وتشارك هذه الكلاب بفاعلية في أعمال التفتيش الأمني في الأوضاع الخطيرة والبحث عن المخدرات والألغام والمتفجرات وتحديد أماكن الضحايا في الكوارث الطبيعية والعثور على الأشخاص المفقودين والجثث. فرق البحث والإنقاذ تحت الماء المجهزة بجميع المعدات التي تتطلبها المهمة
تقوم بأعمال العثور على المواطنين المفقودين في الكوارث الطبيعية وحوادث الغرق وكشف أدلة الجرائم الموجودة تحت الماء. تم تشكيل فرق لحماية البيئة والطبيعة والحيوان للتدخل في الممارسات المنفذة ضد البيئة والطبيعة والحيوانات بهدف ضمان معاملة الحيوانات معاملة حسنة وترك طبيعة نظيفة للأجيال القادمة. تم تشكيل فرق التحقيق في الجرائم التابعة لقوات الدرك والتي تتمتع بصفة المحقق الخاص بهدف الكشف عن ملابسات الأحداث المنفذة من قبل مجهولين والقبض على الفاعلين في أقصر وقت وإحالتهم إلى السلطات القضائية وبالتالي زيادة جودة خدمات الدرك. يتم ضمان خدمات الأمن والنظام العام في المياه الداخلية بواسطة قوارب الأمن العام التابعة لقوات الدرك. من مهام قوات الدرك التركية اتخاذ تدابير الأمن والحماية الخارجية للسجون ونقل الموقوفين والمحكومين. كما تقوم فرق قوات الدرك بتوفير أمن المرافق الحساسة التي لها إسهام كبير في خدمة الاقتصاد الوطني. تعمل فرق البحث والإنقاذ التابعة لقوات الدرك في المناطق الجبلية الخطرة التي تنشط فيها السياحة الشتوية والصيفية وتشارك في أعمال البحث عن المصابين والمفقودين جراء الحوادث التي تقع في الظروف الطبيعية الصعبة والتضاريس الوعرة. وتتمتع هذه الفرق بخبرة فائقة في مجالات مهمة مثل القيام عند الاقتضاء بالإسعافات الأولية وتسلق الجبال صيفاً وشتاءً ومكافحة البرد القارص ضمن إطار أعمال البحث والإنقاذ. وتقوم هذه الفرق بمهام العثور على المفقودين وإنقاذ العالقين تحت الانهيارات الجليدية وإخلاء المرضى والجرحى من خلال استخدام كلاب البحث والإنقاذ المدربة بشكل خاص وتمد يد العون لمواطنين في أصعب أوقاتهم. النظام الجنائي لقوات الدرك والذي شكل للكشف عن الأحداث بالطرق العلمية والعثور على المشتبه بهم وتسليمهم إلى العدالة يتألف من رئاسة الدائرة الجنائية والمختبرات الجنائية والأقسام الجنائية وفرق التحقيق في مسرح الجريمة وفرق إبطال مفعول المتفجرات. هذه الفرق التي يتم تشكيلها في المناطق السياحية والمناطق التي تكثر فيها الأحداث الإرهابية والمدن الكبرى تعمل على إبطال مفعول العبوات الناسفة. انضمت الدائرة الجنائية التابعة لقوات الدرك إلى عضوية المنظمة الأوروبية للمختبرات الجنائية ENFSI في عام 1998 والتي تم إنشاؤها لضمان تبادل المعلومات والتنسيق بين المختبرات، وتم اعتماد نظام إدارة الجودة وطرق الفحص والتحليل في الدائرة الجنائية. تعمل القيادة العامة لقوات الدرك التي تهدف إلى أن تكون قوة أمنية مثالية بتفان كبير في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أيضاً، وتؤدي المهام المناطة إليها في مجال مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في إطار التشريعات من خلال أفرادها المختصين وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية. تم تأسيس رئاسة دائرة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وذلك بغرض القيام بالواجبات والمسؤوليات ذات الصلة بتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر ضمن الإطار القانوني ووفقاً لمعايير الكفاءة والمساءلة والتمثيل. كما أنه بالإمكان الاتصال بقسم الطوارئ على الرقم 112 والخط الساخن رقم 156 لقوات الدرك على مدار 24 ساعة متواصلة، وذلك للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالسلامة والأمن العام. كما أن قوات الدرك تقوم بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بموقع الهواتف المحمولة والثابتة للأشخاص الذين يطلبون المساعدة من أجل الوصول في أسرع وقت إلى المتضررين من الحوادث والكوارث الطالبين للمساعدة من وحدات قوات الدرك. كما بالإمكان الوصول إلى هذه الخدمات عبر موقع www.gendarme.gov.tr. وتقوم وحدات مكافحة الجرائم السبرانية بإجراء التحريات بشأن الكشف عن هويات الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في الأوساط الافتراضية. كما تتولى هذه الوحدات أعمال البحث عن المنظومات البرمجية والتحري والنسخ العدلي وإعداد التقارير واسترجاع المعطيات في الأنظمة المعلوماتية. أما مسؤولية الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من الجرائم ومنع ارتكابهم الجرائم
والإجراءات ذات الصلة بالأطفال الذين يدفعون إلى ارتكاب الجريمة والمحتاجين للحماية وبالنساء من ضحايا العنف الأسري، فتقع على عاتق مديرية فرع الأحداث ومكافحة العنف الأسري في مقر القيادة العامة لقوات الدرك ومديرية شعبة مكافحة العنف الأسري وشؤون الأحداث في قيادات قوات الدرك في المحافظات، كما أن تنظيمات قوات الدرك التي تؤدي مهامها في مجال الأمن والنظام العام تواصل عملها بتفان كبير كعنصر رئيسي لمكافحة المنظمات الإرهابية ذات الأنشطة الانفصالية والهدامة. تتألف وحدات العمليات الخاصة التابعة لفرق الكوماندوز بقيادة قوات الدرك من أفراد محترفين ومتطوعين ومتمتعين بالجرأة والخبرة والكفاءة والقوة الجسدية، وتتمتع هذه الوحدات بوضع متميز في عملية مكافحة الإرهاب بفضل قدرتها على التحرك ليلاً ونهاراً وفي جميع الظروف الجوية والجغرافية، وقابلية أفرادها على السير على الأقدام لمسافات طويلة بفضل معداتهم الخفيفة وقدرة مقاومتهم الفائقة. إن قيادة قوات الدرك للمهام الخاصة تعمل مباشرة تحت مظلة القيادة العامة لقوات الدرك وتتألف من المحترفين، وتقوم قيادة قوات الدرك للمهام الخاصة بتنفيذ المهام الصعبة في أي مكان من البلاد والتي تتجاوز قدرات وإمكانيات وحدات الدرك الأخرى، ومن بين مهامها القيام بعمليات البحث والإنقاذ عقب الحوادث والأحداث والكوارث الطبيعية وتنفيذ عمليات إنقاذ الرهائن وإرساء الأمن في الظروف الطبيعية الصعبة وعمليات مكافحة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن العمليات التي تتطلب تدريباً خاصاً وأسلحة ومعدات خاصة ومهارات فائقة. ومن أجل تلبية الحاجة المتزايدة مع مرور الوقت للدعم الجوي، فأنه تم التوجه إلى أعمال هيكلة بهذا الخصوص في كافة أنحاء البلاد، ومع إضافة طائرات حديثة تكنولوجياً إلى أسطولها الجوي وصلت القوة الجوية لقوات الدرك إلى مستوى هام، كما أن وحدات طيران قوات الدرك عززت قوتها بفضل طائرات الهليكوبتر من طراز أتاك المحلية الصنع والتي أضيفت مؤخراً إلى أسطولها الجوي. هذا وتهدف قوات الدرك إلى مضاعفة قابليتها حتى عام 2023. وفي إطار مكافحة الإرهاب، رفعت وحدات قوات الدرك قدرتها الفنية والتكتيكية بشكل كبير، وذلك بفضل الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة المحلية الصنع وبنادق المشاة المحلية من طراز MPT-76. أثناء أداء جميع هذه المهام الصعبة، تتولى القيادة اللوجستية توفير الدعم اللوجستي الذي تحتاج إليه وحدات قوات الدرك، وتقوم القيادة اللوجستية بفضل منظوماتها الواسعة وقدراتها وإمكانياتها الكبيرة بتلبية الاحتياجات اللوجستية لكافة وحدات ومقرات وأقسام قوات الدرك من قبيل الإنشاءات والإنتاج والصيانة والتصليح والتخزين والنقل والإمداد والتموين وخدمات المراسم الاحتفالية والفرق الموسيقية النحاسية. أما قيادة الفرقة الموسيقية النحاسية التابعة لقوات الدرك التي لها إسهام كبير في تعريف القيادة العامة لقوات الدرك، فتحظى باهتمام كبير في المهام التي تنفذها داخل وخارج البلاد. وفضلاً عن مشاركتها في الاحتفالات الرسمية، فأنها تحيي الحفلات وتصدر الألبومات، وهي بذلك تعكس الألوان الموسيقية المتعددة الأصوات بأسلوب معاصر وحديث، وتساهم في تحبيب الموسيقى النحاسية لجماهير أوسع. في عام 2019 جرى تأسيس قيادة فرقة مهتران التابعة لقوات الدرك ضمن هيكل قيادة الفرقة الموسيقية النحاسية، وقامت فرقة مهتران بنشاطها الأول بمشاركتها في الاحتفالات التي نظمت في 14 من يونيو حزيران عام 2019 بمناسبة الذكرى السنوية 80% لتأسيس قيادة قوات الدرك. ولقيادة قوات الدرك ناد رياضي يحمل اسم نادي قوة الدرك الرياضي، وهذا النادي يتولى بنجاح تمثيل القيادة العامة لقوات الدرك في السباقات الوطنية والدولية
في مجالات الرماية وألعاب القوى والجري في الطبيعة والسباق الموجه وكيك بوكسينج والتزلج. متحف الدرك الذي تم إنشاؤه ليعكس التطورات بدءا من إنشاء قوات الدرك ووصولا إلى الوقت الحاضر، ولجميع كافة أنواع الأصول الثقافية العسكرية المتعلقة بالدرك وحمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، يقوم بتقديم الخدمات بصفة متحف عسكري من الدرجة الأولى. من خلال نصب شهداء الدرك تم تخليد أسماء أفرادنا الذين استشهدوا أثناء النضال في سبيل وحدة الوطن التي لا تتجزأ، ووحدة وتماسك شعبنا والحفاظ على الأمن والنظام. أصبحت القيادة العامة لقوات الدرك عام 1998 عضواً أصلياً في الرابطة الدولية لقوات الدرك والقوات الأمنية ذات الصفة العسكرية التي تعرف اختصاراً باسم FIEP، والتي أسست عام 1994 لضمان التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأوروبية والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وفي 27 من مايو أيار عام 2010 أصبحت القيادة العامة لقوات الدرك عضواً مراقباً في قوة الدرك الأوروبية التي أسست عام 2004 من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام في مناطق الأزمات حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين أفراد من الدرك في الكوادر الاستشارية التي يتم تشكيلها بوزارة الداخلية في مختلف دول العالم، وكوادر حماية البعثات التابعة لوزارة الخارجية، وكوادر الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو. قوات درك الجمهورية التركية التي سعت دائماً من أجل سلام وأمن المجتمع منذ تأسيسها، اتخذت من خدمة النظام العام المدعوم من المجتمع ضمن إطار سيادة القانون وحقوق وحريات الإنسان ومراعاة حقوق الأفراد والمؤسسات، اتخذتها غاية أساسية لها. ستواصل قوات درك الجمهورية التركية التي تفي بواجباتها في إطار القانون أعمالها في المستقبل أيضاً، لتصبح قوة أمنية نموذجية ومرموقة وموثوقة تقدم خدمات عالية الجودة على الساحة الوطنية والدولية من خلال إدارة معاصرة محورها الإنسان والشعور بالواجب. تفتخر قوات درك الجمهورية التركية التي تستمد قوتها من إيمان ودعم شعبنا العزيز بكونها في خدمة الأمة التركية منذ عدة قرون. وكما قال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، إن الدرك جيش القانون المتمسك دوماً بالوطن والأمة والجمهورية بالحب والولاء، ومثال على التواضع والتضحية والتفاني.